حنكون بأولى فقراتنا لليوم. ونحن بنعرف دائما أنه الأم هي المعلم الأول للطفل ولكل الأسرة، ودائما بنقول أنه الطفل هو عبارة عن إسفنجة، نحن قادرين نوصل له كل شيء السلبي والإيجابي، ولكن دائما نحن بنعرف أنه الأم والطفل بتربطهم علاقة هي فطرية عاطفية. هي فطرية يعني من خلال فترة الحمل وبالعالم الخارجي. أكيد صحيح رشا، العلاقة دائما بتكون بين الأم والطفلة هي عاطفية وبتستمر دائما لسنوات كثيرة، تزداد هاي العاطفة. بس يمكن أحيانا بيقولوا أنه الأم شوي بتزيد بدلالة بالطفل، يمكن حنيتها الزايدة وعاطفتها الزايدة أحيانا بتأثر على تربية الطفل يمكن بشكل سلبي. خلينا نروح بأولى فقراتنا نحكي عن هاي العلاقة الفطرية الحميمية والطبيعية، وكيف الأم اليوم قادرة تأثر بهذا الطفل. ضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية والاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك يا رندا. بيسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بيسعد صباحكم. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. كل عام وانت بخير لك كمان. خلينا نحكي اليوم عن طبيعة العلاقة بين الأم وطفلة، واللي هي بتنشأ يمكن اللحظات الأولى اللي بتعرف فيها الأم إنها هي حامل. تماما، هون بيكون في رابط نفسي كتير قوي بين الأم والطفل. هو بينشأ وبيتكون من مثل ما ذكرتي من المراحل الأولى، مجرد ما تعرف إنه هي حامل وفي بيبي. بعدين بتصير في نوع من نوع وقت بيكون في موجود هذا الطفل، بتصير في علاقة مثل تلبية حاجات متبادلة بين الأم والطفل، سواء هو احتياجاته الأولية وهي بنفس تكون في عندها ملأ معين لفراغ عاطفي، بيكون هو الطفل هو اللي عم بيعبي لها. يعني هون تنشأ في علاقة ورابط نفسي بيناتهم، بيخلي نحن بيقول بتضل محافظة على الحبل السري بينه وبين طفلة. صحيح. حتى بعد ما يكون موجود، بعد ما يكبر. تماما. هلأ هون بيصير في عنا هون مشاكل حسب ما بتكون البيئة اللي جاية منها الأم، وحسب ما يكون قدي دور الأب موجود بالبيت وقدي في أطفال. نعم. قدي ممكن هي يكون عندها مهام تانية غير رعاية الطفلة، شو ممكن يشكل عندها هذا الشعور بتأنيب الضمير إنه هي ما عم تقدر مثلا تكون كل وقتها لابنها. فما بصير في توازن بين شعورها إنها هي شخص كافي لطفلة وبين شعورها بأمومتها تجاهه. فدائما هون بيكون في عنا مثل ثغرات بالتربية ممكن كتير تاخد لمنحة سلبي. كرمال ما نروح نحن لهي الثغرات وما نروح للسلبية، خلينا نحكي اليوم عن الطبيعة أو العلاقة الصحية بين الأم والطفل، ونحن بجوز ما كتير منلاقيها موجودة لأنه دائما العاطفة عم تغلب علينا، بنكون عندنا قرارات كتير حازمة، ولكن بلحظة بنظرة، ما بنقول بلحظة، بنظرة أو بكلمة بتنحكى بالعكس يعني. خلينا نحكي عن هاي العلاقة رندا. هلأ هون عم تحكي عن موضوع كتير مهم هو عدم الثبات. يعني سواء أنا كنت عم كافئ ابني فأنا ما عندي ثبات بمكافأته، أو إذا كنت عم بعاقبه أو عم بعطيه قوانين معينة ليلتزم فيها، فعدم هذا الثبات اللي موجود بطبيعة العلاقة أو بالقرارات، هذا بيعطي نوع من التردد والذبذبة بين العلاقة بين الطفل والأم، بيخلي الطفل ياخذ الثغرات والنقاط الضعف نقاط الضعف عند والدته، وبيقدر بيستغلها بطريقه كثير فعاله بالنسبه له، ولكن هي بدها تكون مثل نوع من الابتزاز العاطفي لامه، وبصير عنده سلوك بعدين بكل حياته، وهذا بيضره لانه بصير بياخذ المنحل السهل بتحقيق الاشياء اللي هو بده اياها. لهيك نحن لما بتكون كأم دائما نحن بننصح انه في مصطلح كثير انشهر من فتره، مصطلح الام الشريره، انه كيف انت تكوني ام شريره. حلو هذا المصطلح. هي المبدا انه ما يكون انه انت ام شريره يعني قاسيه او تقسي على طفلك او ما تعطيه الاهتمام والرعايه والمحبه المطلوبه، ولكن هو امتى انا بقول لا وانا بعرف انه ابني مثلا بده ياكل شوكولا وهو عنده مثلا حساسيه معينه، فانا لما بقول له لا ما في، هون انا اعتبر ام شريره، بندرج تحت الام الشريره، ولكن بالمقابل انا عم بقدم له خدمه وعم بقدم له رعايه هو لسه مو واعي لها، لما حيصير بعمر كبير رح يعرف انه هذا كله كان لصالحه لمصلحته. هلا اعطيتك مثال انا بسيط على مثلا شوكولا، انت بقى بدك تقيسيه على
يرافق تماما، ممكن يرافق يعني. حدا سيء، ممكن يكون عنده سلوك مو منيح، ممكن يكون عنده مثلا بدراسته في خلل معين، تنظيمه لوقته في خلل معين. انا بضطر اكون كأم شريره وقاسيه والزمه ب بروتين معين بأساوي معينة، بس بالمقابل أنا عم بلور له شخصيته لحتى بالمستقبل يكون الشخص اللي هو بده إياه. صحيح. خليني هيك يعني ننطلق من المصطلح اللي قلتيه الأم الشريرة، هو شوي غريب بس يعني حاسة عم تحكي علي أنا. لا باشا ما في منها. ف يعني خلينا نحكي، دائما الأم بطبيعتها هي بتغفر غلط ابنها قد ما كان هذا الغلط كبير، ويمكن حتى لو غلط الولد، خصوصا نحن بنعرف بيقولوا اغلظ فتره بيكون فيها الولد هي بفتره المراهقه، اخطاءه كثير بتكون كبيره وانفعالاته. فالام اليوم كيف ممكن تتعامل مع اخطاء ابنها يعني او بنتها، يعني الولد بشكل عام؟ هل دائما بحاله الغفران ولا اعتذار بكفي؟ انا بنشوف كثير اولاد بيستغلوا كمان هي الناحيه العاطفيه، بيغلطوا بيعتذروا انا اسف، والام اكيد بدها تغفر وتسامح فورا، ومنرجع منلاقي الولد او البنت عم يزيدوا باغلاطهم يوم بعد يوم. في حدا من الاطفال يعني اول مراهقتهم، فعم تقول لي اذا بدك تطلبي شيء من مامي وكانت ما لها رضيانه قولي لها بس 3 مرات سوري وفهي فورا حتقبل. فيعني انه عندها، انه انا بقول لك شو الكلمه السريه لحتى انه ماما تخلينا. تماما. فعلى قد ما الموقف لطيف على قد ما هو له يعني له توابع بالمستقبل. لهيك نحن لما بدنا وقت حكينا على الحبل السري اللي هو بيكون هو وهمي ولكن هو موجود نفسيا، نحن هون لازم كثير نشتغل عليه بالمراحل الاولى لحتى يكون في فصل امن بين الطفل والام. دائما نحن كامهات او كاسر ام واب بيكون في عندنا نوعين، يا اما انا بدي يطلع ابني مثلي تماما، فانا بدي احاول لو كان ميوله مختلف، لو كان ظروفه مختلفه، لو كان شو ما كان استعداداته مختلفة، أنا بدي طلعه كوبي عني، فهذا بيعطي ضغط وبيعطي بهذا الرابط اللي موجود بيصير مزعج، إنه أنا زعجتني والدتي وبنفس الوقت أنا مالي قدران بعيد عنها. فهون بيصير بفترة المراهقة بيصير في كتير تمرد، بيصير في كتير رفض من الصبية أو الشبلة والدتهم، دائما بيكون في عند مبالغ فيه ماله واقعي او ماله مبرر، او بيكون النوع الثاني من انه انا بدي اياه يطلع عكسي تماما، انه انا كل شيء عملته ما بدي اياه يعمل. كمان هذا بيعطي ضغط للطفل بنفس الطريقه اللي بدها اياه يكون مشابهه بنفس الشيء. لهيك نحن لازم نعمل مساحه امنه تماما بين الاسره بشكل عام كام واب وبين الاطفال. هاي المساحه الامنه تعطيه، انا بعطيه اختيارات يقدر يختار منها، ولكن الاختيارات كلها بتكون بتناسبني، ما اكون انا اعطيته شيء انا ما بقدر احققه او ما بقدر اقبله. فأعطيته هاي المساحة بالخيار، أعطيته هاي المساحة باستقلاليته، ولكن ضمن حدود وشروط أنا فارضتها بطريقة غير مباشرة. هون بلش كون هذا الفصل الآمن، بلش حاول أقطع الحبل السري بطريقة آمنة ولطيفة، وساعتها أنا هون بكون أم شريرة بطريقة إيجابية بدون ما هو المعنى الحرفي لمعنى شريرة، ولكن هو بيكون بمصطلح أنه أنا أكون شخص متزن حازم، ما خلي عواطفي كأم تتدخل بمستقبل طفلي، لأنه بالأخير كل شيء أنا رح أزرعه رح يحصده هو ويكون نتائجه لي تماما كأم. طيب كونه ذكرنا الاستقلالية ومنح الثقة والمساحات، خلينا نحكي اليوم بأي عمر اليوم مفروض الأم خلينا تقطع هذا الحبل السري وتعطيه اليوم يتحمل مسؤوليته، تعطيه ثقة أكبر، مساحة أكبر بالاختيار، بأي عمر؟ وإذا بدنا نحكي عن التأثير الإيجابي لهي النقطة يعني، وبجوز نحن دائما بنضوي عليها ولكن نرجع لعاطفة الأمومة اللي عم تتحكم بهي القصة بشكل كتير كبير. دائما انا بعطي مثال على المراحل الاولى لما ببلش الطفل يمشي، فاول خطواته فبتلاقي او ام كثير محاوطته دائما عم ترافقه بكلمات انه لا انتبه توقع خوف
الارض هون مو منيحه، او كل ما تحرك حركه فهي عم تحرك معه. فهي ردود الفعل بالنسبه للطفل هي حيعتبرها، يعني انت ممكن تنزي هيك شوي، هو بده يشوفها كثير انه حركه مخيفه، انه معناتها انا اللي عم بعمله شيء مخيف وما لازم بعد عن امي. هون لما بتكون الام بشكل عام ام شريره، هي تسمح له يوقع ويرجع يقوم لحاله، تسمح له لو بكي شوي ما فورا تركض عليه لتسكته، تحاول خليه هو يسكت لحاله، تحاول تحط قدامه شيء معين من ألعابه وخليه هو لحاله يلتفت انتباهه عن الوقعة اللي وقعها، فتشتت انتباهه باللعبة الموجودة، فهو رجع جرب من أول وجديد، رجع قام مشي، تعلم من تجاربه اللي هي كتير بسيطة واللي هي دائما بيئتها آمنة، هي قدام عين أمه بغرفته مثلا. هذا بيعطي خطوة نفسية أساسية بالمستقبل للطفل، ليكون شخص مستقل يقدر يجرب ويقدر يحاول بملحق أنه والله دائما ماما لازم تكون موجودة جنبي. ما بالك بقى بالأفكار الأكثر، بالحياة المتقدمة أكثر، لما بده يبدل مدرسة، لما بده يكون عنده مجتمع من أصدقاء جداد، كيف يجرب لحاله يفوت بيناتهم يحكي معهم، كيف لما بده يبلش مثلا شغل جديد بالمستقبل، هاي كل التفاصيل بيكون دائما في رابط نفسي. انت بتحسي حالك مثلا لهلا انه انا لما بدي اروح على مكان جديد مزعوجه، انه ما بلاقي حالي غير مسكت مثلا موبايلي وحكيت مثلا والدتي، او فبتعطيني هذا الشعور بالامان. هلا هذا ما له شيء سيء، هو شيء منيح، ولكن نحن عم نقول اذا كان مبالغ فيه او بوصل لمرحله انه انا ما اقدر اعمل اي شيء مفيد لي او تجربه لي بدون ما اكون والدتي موجوده او الشخص اللي المسؤول عن رعايتي موجود. تمام رندا. هلا اللي بيتابع نصائح التربيه بيشوف التوجه الجديد اليوم لتبادل الادوار شوي بين الاب والام، يعني احنا المتعارفين عليه وخصوصا بالعالم العربي انه الاب هو اللي بيشتغل طول اليوم والام هي اللي موجوده بالبيت بتدير بالها على اولادها، ولما يجي الاب انه خلص نظام بالبيت، الاولاد ممنوع يطلعوا صوت، ودائما الاولاد يعني حاله الخوف بتكون من الاب وليس من الام. فهلا عم تكون في نصائح انه لا خلي الاب يعني حاله يكون في حاله تمثيل، انه يخلقوا حاله بالبيت انه الام اليوم معصبه او يخافوا من حاله غضب الام او عقاب الام ويلتجئوا للاب. اليوم قدرانين نحن يعني نغير هاي التكوينه بالتربيه بالبيت، وقديش هي بتنفع برايك؟ هلا هي تغيرت، يعني ما عاد في اي داعي ليكون نحن عم نعطي هاي التوجيهات لسبب كثير بسيط. الظروف الماديه اللي عم تكون موجوده عم تتطلب انه حتى الام تكون ام عامله، فاجباري خصوصا يكون في اطفال بدون رعايه بالبيت انه هي ما فيها تترك البيت لحالها. هي يعني عفوا هي اكيد عامله، وهلا كنا عم نحكي عم يعني حتى عم طبيعه العمل تبعيتها عم تكون شاقه مثل الرجل ممكن، واحيانا اكثر يعني طبيعه العمل اللي عم تقوم فيه. تمام. ولكن حاله انه هي الرهبه من الام وليس من الاب ما كثير بنشوفها صراحه بالمجتمعات، خصوصا اذا بنحكي المجتمعات الشرقيه، يعني عم يكون من الاب دائما سلطه الاب غير سلطه الام عم تكون. هلا هون بيرجع لطبيعه علاقه الاب بالام وطبيعه العلاقه الاسريه بشكل عام وطبيعه شخصيه المراه. هلا دائما في قسم كثير كبير من الامهات هن قياديين، في عندهم سلطة معينة بيحاولوا يفرضوها على البيت بطريقة معينة. في لا في جزء ثاني او نوع ثاني من الامهات هن النوع اللي دائما بحب يكون هو الشخص الراضخ اللي بيعطي، ولو مثل ما ذكرتي بالتمثيل يعطي سلطة عليا اللي هي للاب. وفي كمان في اسر لا بيكونوا ضد بعضهم، فبتلاقي لما الام تقول ايه الاب بيقول لا. فهون في عده اختلاف وعده شرائح للاسر ولطبيعه العلاقه بين الاب والام. كثير صح انه نحن قد ما كنا مختلفين كاب وام بطريقه تربيه طفلنا، يكون في عنا هذا الحوار السري بين بعض انه نحن رح نثبت على هذا القرار، انا شو ما عملت قد ما عصبت انت ما حتكسر كلمتي، والعكس بالعكس. ودائما مثلا يكون في كلمات مثل ما ذكرتي للاب انه خلينا مثلا نرتب الغرفه مشان ما تجي ماما تزعل مثلا، او لحتى خلينا نعمل شيء منيح. فهذا الشيء
حلو يكون موجود، وأنا بشوف أنه هي الأم هي اللي بتفرضه، يعني حتى شخصية الأم هي اللي بتفرضه على الأب. صحيح. ولو كان الأب ما له هيك. قديش الأم حلو مثلا نشوف أنه أنا الأم تقول أنا فاتي على فاتي نام مثلا بعد الظهر، ما حدا يقرب علي مثلا، عن جد يلتزم الأولاد. أنا تجاوزت هاي المرحلة، أنا دائما الأم الشريرة بالبيت يعني في بتجئوا للأب يعني بالطريقة الإيجابية. والله ما دائما، حسب حسب المزاج. هو دائما المزاج، هو دائما المزاج هو اللي بيأثر، ودائما من الرابط السري اللي بيكون موجود، اللي ما بتحسي انه مثلا انت فتي لتنامي شوي مثل ما ذكرتي، فبتلاقي كل شوي بده يفوت يسالك ماما سؤال. انت نايمه؟ انت نايمه ماما؟ انت نايمه؟ لك هيك عينك انه انت نايمه، فكل شوي بده يصير هو مو من باب ليشوفك اذا نايمه او ليزعجك، بيفقده للام تماما، هو من باب شعوره بالامان انه انت موجوده وانت بس له. بس انا اليوم مضطره اعيش دور الام الشريره، كونه انا عندي طرف كثير ايجابي في البيت، التسهيلات الايجابيات العفو دائما دائما، فانا دائما المرعب يعني اذا بدي خوفا بدي اقول لرشا. رندا بدنا نتشكر صباحك لليوم، وبنرجع نعايد كل احبائك، نعاد عليكم بالخير والصحه ولكل الامهات السوريات اكيد. شكرا رندا. شكرا لك. شكرا كثير لك رندا، والله يخليك للامهات يا رب.